السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ناخذ معنا ميلود من مدينة الصبرة. سيدي ميلود السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سي محمد مرحبا بك سيدي. والله يحفظك كبير بخير. بارك الله فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك. كان شكرك على هذا البرنامج أخويا بزاف. العفو سيدي. بارك الله فيك. مرحبا. مبروك الواشر. الله يبارك فيك سيدي. مرحبا تفضل. نسولك الله يرحم الوالدين. إياه إذا كتكون مريح مع شي ناس بحال هكايا وكيبداو يهضروا في الناس وداك شي وكتغير ما كتقيش تقول شي واحد شي حاجة تقدر تخاصم مع شي واحد. إياه باش المشكل دابا إلا حصلتي مع شي جماعة بحال هكا وكيهضروا وداك شي ما. إيوا إلا حصلتي مع شي جماعة بحال هادي يا سيدي أسيدي ميلود غير دور المدام ولا دور الخوك وجمع معاه وخرج وقول لهم السلام عليكم. واضح واضح هادشي اللي كايناش بغيت تقعد مع هذوك الناس وهما تياكلوا الجيفه وانت تقعد تفرج فيهم. راه هذاك راه اش قال الله تعالى ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وياه الله السلامه والعافيه. راه النبي صلى الله عليه وسلم واحد المره واحد جوج كانوا كيهضروا بحال هكا في شي واحد خوهم وجاو عنده ويقول لهم بسلم هل اتدمتما واش كلتوا المرقه واش ضربتوا واش ضربتوا المروزيه تلبقري. قال لي رسول الله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انا كنشوف لكم فمكم الدم واللحم ديال اخوكم بين سنيكم. يا ربي السلام. يلا يعني فكما قال الله تعالى حتى بعض الفقهاء قالوا يعني الظاهريه هذا مذهب يعني من مذهب فقهي رجال الظاهريه تقول لك سيدي النميمه تبطل الصيام. قال لك لانه اكل لحم اخيه فافطر. هل دابا الانسان دروك بحال رمضان دابا صايم ولا كان كيهضر في الناس داك الشيء بحال ما كاين حتى حاجه. ايوا راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. راه بحال ما كاين والو اكيد بحال ما لان الصيام راه بربينا على اننا نتركوا النميمه ونتركوا الغيبه ونتركوا السرقه ولا على الله بغانا نبقاو جيعين بحال البهايم. لا ما يمكنش لا ابدا. هذا اللي يبقى مكمم والله ما يعرقنيش. والله العظيم انا واحد شي وانت لو بيعرق ما ياكلش لحم الجفاز دي ميلاد. لو بيعرق ياكل بعدا شي اناناس ها ياكل شي غنمي ماشي لحم خوه ماشي لحم خوه. واضح دي دنو فابور. واحد السيد الله يرحمه سي محمد قال لي هذا رمضان هذا كيقضي عليا ما كنحملوش. قال لي ولا عرفتي ما تحملوش علاش غتبقى مكرهه فهاكل. واضح مسكين. لا انت صايم على حساب الجوع. لا لا هذا انا وضحت لي الفكره الفكره ديالو الفكره ديال سيدي ميلود. ربما بغى يقول لك باللي هو تيكون صعيب عليه يعني صعيب عليه انه يعني يصوم حيت كاين بعض الناس اللي ما كيقدوش على الصيام والناس اللي ما كيقدوش على الصيام يكونوا يردوا البال يمشيو عند الطبيب يشوفوا علاش هما ما تيقدوش على الصيام خصوصا الايام الاولى ثلاث ايام الاولى. الانسان اللي عنده مشكل صحي في الايام الاولى خصو يمشي يشوف الطبيب ربما هذاك الصيام راه ما تيوافقوش. ما يبقاش الانسان يكابر يقول لا حشومه الناس صايمين وانا اش بيقولوا عليا ولا كذا. لا سيدي صحتك هي الاولى. الله تعالى اللي قالها قال لك لا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. سير عند الطبيب وشوف علاش سيدي الصيام ما تيوافقكش. الا كان بسبب يعني التعب حيت كاين واحد كاينين الناس الله يكون في العوان اللي كي تيتسحر كيصلي الصبح تيخرج وهو في تمارة حتى الخمسة ولا الربعة العشية فهذا أكيد أنه يعني راه الصيام بالنسبة ليه شي حاجة اللي صعيبة بزاف. وكاين الناس اللي ما كيبذلوش مجهود ومع ذلك كيحسوا براسهم ما قادينش يكملوا النهار. هاد الناس ضروري خاصهم يشوفوا الطبيب صحتهم هي أهم شيء. ونسأل الله تعالى من السلامة والعافية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.